سلام الغزالات ديالي، كيدير لاباس عليكم؟ باغي نتمنى الاحوال ديالكم تكون كامل ان شاء الله بخير وعلى خير وسانكسان كما العاده يا الغزالات ديالي. اليوم ان شاء الله كما متعودين عليا دائما كنحط لكم وصفات اللي كتكون ديال الشعر، في نفس الوقت تكون ديال ترطيب، تساقط، فراغات، مشاكل الشعر بصفه عامه. يعني ماشي كل مره، كل نهار او كل يومين تستعملوا وصفه مره ديال الترطيب مره ديال التساقط. لا البنات، دائما وصفه واحده استعملوا فيها كل شيء باش ما تبقاوش تلخبطوا ريوسكم ويوليو عندكم بزاف كل مره اشنو خاصكم ديروا. وصفه واحده دائما عملوها للترطيب وللتساقط الشعر والفراغات والطول وكل شيء البنات. اليوم وصفه زوينه بزاف اكثر من رائعه البنات، الكثافه كترجع لكم شعر كثيف وبدون فراغات وكتزيد لكم البنات الخلفه. ها انتم الخلفه، يعني وصفه زوينه بزاف واكيد البنات كتزيد لكم في طول الشعر ديالكم. الا حبيتوا الوصفه تابعوني وفي المتناول ديالكم، اهم حاجه ان وصفه في المتناول ديالكم. ما تنساوناش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم، وما تنساوش انكم تبارطاجونا الفيديو على مواقع التواصل وعلى الاهل والاحباب. جزاكم الله كل خير ونبداو على بركه البنات. غادي نبداو معاكم في المكونات. هنا البنات عندي الغسول، الطين او الطين او الغسول كما كل واحد اشنو كيسميه. هنا عندي هذا الغسول، هذا الطين. عندي البنات واحد المكون اللي هو زوين بزاف وكنستعمل اكثر، كنستعمله غير البشره ديالنا ولكن حتى للشعر البنات راه كيعطيه واحد ترطيب خطير البنات. غير استعملوه والله ما غتندموا، نتوما غتجربوه وغتردوا عليا الخبر. عندي هنا بودره ديال الشوفان البنات، الشوفان شديت الشوفان وطحنته والله البنات بقاو تستعملوه، غير تخلطوه البنات مع الماء وتستعملوه لشعركم مع شي قطرات هكا زيت اللوز او زيت الخروع او زيت الزيتون وبقاو تستعملوه البنات لشعركم، والله البنات كيرطب الشعر. ولكن انا حاولت انني ندير معاه بعض المكونات. هنا عندي الشوفان اللي هو مطحون، عندي البنات هنا الرمان، الرمان تعودتوا عليا بالقشور الرمان انني انا دائما ما كنستغناش عليهم نهائيا. هنا عندي قشور الرمان، عندي زيت مخلطه فيه ما بين البنات الثومه والقرنفل والحار. هنايا دايره الثومه، دايره دروس من الثومه ودرت فيه بعض الحبات من القرنفل ودرت فيه تقريبا شي 4 حبات ديال الحار. الحار الحار البنات هذاك الصغير جدا او كما كنقولوا السودانيه، السودانيه. هنا درت هنايا في هذه القنينه هذه، الا كانت عندكم متوفر، ما كانش عندكم متوفر استعملوا ملعقه صغيره من القرنفل، ملعقه صغيره من القرنفل. وعندي هنا الزبده باش قلت لكم باش غنتحصلوا على واحد هذه الوصفه ترطبنا شعرنا وتحارب التساقط والفراغات وطولنا شعرنا وجميع المشاكل ديال الشعر. ولهذا غنستعمل حتى الغسول البنات والشوفان حتى هو كيرطب لنا الشعر، لان بعض المرات هاد الاعشاب وهذا كينشفوا لنا الشعر. لهذا كنقول لكم دائما استعملوا شي وصفات او شي مكونات اللي ترطب لكم الشعر. هنا عندي الزبده، صافي غنبداو على بركه الله وهانتوما غادي تشوفوا الطريقه. هنا غناخذ واحد الاناء غادي ديروا على حسب الحجم ديال شعركم. انا غنستعمل تقريبا ملعقه ونصف لان غنستعمل مكونات اخرى، ما غاديش ندير بزاف، غادي ندير غير ملعقه ونصف ديال الغسول او الطين. والطين هو هذا الشكل تاعو، هذا هو الطين البنات. اشنو غادي ندير؟ غادي ندير معاه الماء المغلي، ما غتشوفوا ما غاديش ندير بزاف البنات حيت ما محتاجينش بيت يكون خفيف، غير شويه الماء. ها انتم شفتوا شحال درت. وباش البنات غادي ندير معاه هذه الملعقه ديال الزبده باش غادي تذوب في هذيك الماء بلا ما نديروها البنات في الميكرووند او حمام مريم، غير نخليوها هكذا مع ديك الماء مع ديك الغسول غادي تذوب لينا. نخلي حتى تذوب ليا هذه الزبده البنات تماما، ومن بعد نرجع معكم باش نكملوا الوصفه. كما لاحظتوا انها بدات كتذوب، المهم انا غنخليها حكا تذوب على خاطر خاطر ونكمل معكم الوصفه. هنا عندي الشوفان، عندي الشوفان غندير معاه ملعقه ونصف تقريبا هكا، الشوفان مطحون. عندي الرمان، قشور الرمان كما كنقول لكم دائما ما تستغناوش البنات على قشور الرمان. عندي هنا واحد ملعقه ليا صغيره غادي ندير،
هذا الزيت كما قلت لكم ديال الثوم والقرنفل وحبات من الحار. غادي ندير ملعقه صغيره فقط لا غير، وشي جوج معالق ديال زيت اللوز او ممكن انكم تستعملوا زيت الزيتون هكا. صافي غنخلطوا هاد المكونات. نتوما القوام ديالكم كيبقى على حسب الحجم ديال شعركم. الى جاكم القوام ثقيل ممكن انكم تضيفوا القليل من الماء الساخن. انا غادي نزيد شويه من الماء، غير القليل ماشي بزاف، لان الشوفان مازال غيتشرب ليا وغادي يتقال ليا الخليط. صافي الحبيبات ديالي، هذه هي الوصفه وهذه الطريقه ديالتها. ندوزو دابا باش نطبقوها على الشعر. على بركه الله. انا غنخلي على شعري 4 سوايع ومن بعد نغسلو ونرجع لكم الغزالات ديالي. البنات وهذه هي النتيجه. انتوما فعلا كتعطينا واحد اللمعه للشعر. جربوها البنات، راه ما غاديش تندموا. والكثافه هانتوما شعري، هانتوما يعني من الجذور كيبان لكم ان الشعر بدا كيخلف. نتمنى من الحلقه انها تنال رضا ديالكم الغزالات وتعجبكم، وكما كتقولوا لي دائما كترينا المواصفات ديال الشعر. المهم انا اي وصفه البنات كنحطها كنستعملها لشعري الا وكنحطها لكم باش نتوما تستافدوا معايا في الوصفه. نتمنى انكم تعملوا لنا لي لايك وتبارطاجوا الفيديو على مواقع التواصل وعلى الاهل والاحباب، واكتبوا لنا اقتراحات ديالكم شنو حابين انني نحط لكم في المره الجايه. بالرغم انكم كتقولوا لي حط لنا غير الوصفات اللي خاصه بالشعر، ان شاء الله البنات غنبقى نكثر لكم من وصفات ديال الشعر. نموت عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في امان الله.